السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم في قناه ايمان ارتيزان. كنتمنى تكونوا في احسن حال. اليوم كيف كتلاحظوا من الفيديو ومن العنوان، غدا نقدم لكم طبق المروزيه. والمروزيه هي طبق مميز في المطبخ المغربي التقليدي، وكتشتهر به مجموعه من المدن المغربيه. المروزيه هي من الاطباق التقليديه اللي ضروري تحضر في عيد الاضحى، وهي في الاصل كانت كتحضر في الطاجين المغربي المشهور عالميا. المروزية هي طبق حلو كيتميز بحلاوة العسل ونسمة القرفة والتوابل المختلطة في التوابل الخاصة بالمروزية أو رأس الحانوت. رأس الحانوت اللي كيتكون من مجموعة من التوابل، وأهمها القعقلة أو الهيل والبسيبسة واللي هي قشور زوجة الطيب. خليكم معايا، غدا نعطيكم المقادير والطريقة، وكذلك غدا نصور لكم شكل ديال القعقلة والبسيبسة. بقاو معايا ما تمشيو فين. بالنسبة للمقادير غادي نحتاجو المواد التالية: اللحم تاع الغنمي أو تاع البقري على حسب الرغبة ديالكم. أنا استعملت اللحم ديال البقري لأنه هو المفضل عندي، تقريبا من 2 كيلو حتى 3 كيلو حسب الرغبة. غادي نحتاجو 3 البصلات متوسط الحجم مفرومين بهذا الشكل صغير. بالنسبة للتوابل غنحتاجو خرقوم عرق، إبزار، ملح، سكنجبير، قرفة، سمن، وزعفران حر، ومروزية. بالنسبة للمروزية أنا كنستعمل فقط القعقولة والبسيبيسة اللي كنضقهم على يدي. غادي نوريكم من بعد أشنا هي القعقولة وشنا هي البسيبيسة بالنسبة للأخوات الغير المغربيات. وكذلك غادي نحتاجو الزبدة تقريبا 2 ملاعق، غنحتاجو التوم كي تعتبر يعني اختياري، بغيتي ديريه او ما ديريش. تقريبا درت هنا جوج رؤوس ديال التوم. غنحتاجو الزيت نصيب، من الافضل ما تكونش كميه كبيره لان كاين الشحم في هذا اللحم وكاين الزبده، ما نبغوش الزيت كثير. فغادي نستعملو تقريبا الى لاحظتوا انا راه ربع كوب اللي دايره هنا. وغنحتاجو العسل على حسب الرغبه، من 2 ملاعق حتى 4 ملاعق كبار اللي بغيتي او اكثر. انا درت غير 2 ملاعق لانني ما بغيتش الحلاوه بزاف. وكذلك غتحتاجوا الزبيب، نقعته في الماء، غسلته في الماء وصفيته، وغدا نوريكم كيفاش غدا نستعمله. وكذلك لوز اللي خويت عليه الماء ساخن وحيدت القشور ديالو، وغدا نوريكم كيفاش غدا نستعمله. وكذلك للتزيين غادي نحتاجو البرقوق. انا عندي هذا كناخذو هنا من امريكا، ما فيش العظم، جميل جدا، ناخذو من محلات العرب. البرقوق كذلك غادي نوريكم كيفاش غادي تخدموا به. وكذلك للتزيين تقدروا تحتاجوا حتى البيض مسلوق. بقاو معايا حتى الاخر باش تشوفوا كيفاش غدا نصايب طبق المروزيه. وبالنسبه للاخوات اللي ما كيعرفوش اشنا هو القعقلة والبسيبسة وما كيعرفوش يفرقوا بيناتهم، خليكم معايا غدا نشرح لكم. القعقلة او الهيل او الحبهان باللهجه الشرقيه، او الكاردموم باللغه الانجليزيه، هذا هو الشكل تاعو. كيكون اخضر صغير وطويل وباطراف مثلثه، وكتكون في الداخل تاعو بذور سوداء كيغطيها غشاء خارجي صلب شيئا ما ورقيق، وكيتميز برائحه جد طيبه. والقعقلة هي من البذور والتوابل اللي كتستعمل في اطباق عالميه. والبسيبسة هذا هو الشكل ديالها كيف كتلاحظوا في الفيديو، وهي عباره عن قشور جوز الطيب. وفي الانجليزيه هي ميس بليد او بليد ميس. الا كتبتوا هذا الاسم ديالها في البحث غادي تلقاو الشكل ديالها بالضبط، وهي قشور جوز الطيب. وجوز الطيب في الانجليزيه هو نات ميغ. البسيبسة او القعقلة هي من التوابل اللي عندها نكهة رائعة ومميزة ورائحة جد طيبة، كتستخرج من الغطاء الاحمر تاع جوز الطيب واللي كيتميز برائحة ومذاق مثل جوز الطيب. وهذا الشكل ديالها كيف كتلاحظوا، كيتم الدق ديالها والطحن ديالها والحصول على بودرة اللي كتستعمل في تنسيم الاطباق. غدا نبدا على بركه الله، غدا نستعمل طنجره. غدا نطيبو على مهل، ما غاداش ندير الكوكوط، فلهذا نستعمل غير طنجره عاديه.
غادي نضيف اللحم ديالي. كيف كتلاحظوا اللحم راه فيه الشحم وفيه كذلك العظم اللي كيضيفوا لذة. كذلك غادي نضيف البصل ديالي كتلاحظوا. غادي نضيف التوابل وغادي نضيف الزيت ديالي الثوم والزبده. هاد الزبده الدور ديالها يعني كتعطي واحد اللحم كياخذ واحد كيعود فتي كيطيب فتي وزوين كيجي مزيان في الطياب ديالو. صافي غادي نخلط هاد الشيء غير بايديا، لهذا يعني لبس هاد الجلوفز باش نخلط بيدي مزيان ونتحكم يعني ما نحتاجش الملعقه عاد غنديرو فوق العافيه. هاد الطريقه يعني كتخلي كل شيء الخليط يوصل بالكامل لجميع الاطراف ديال اللحم. صافي دابا غادي نديرو فوق النار على نار مهيله، خليكم معايا. دابا غنشعل عليه البوطه، غنخليه في الاول على نار مرتفعه حتى يبدا يتقلى. ملي يبدا يتقلى ان شاء الله يعني ودخلوا الحراره غادي نقص عليه وغادي نسد عليه ونخليه يطيب. بما انني غادي نكون ناقصه عليه ما نحتاجش نضيف كميه كبيره من الماء، غنضيف كميه قليله من الماء غير فاش يطيب، ونبقى مره نتفقدوا الا كان محتاج الماء غادي نزيدوا واحد الكميه اللي قليله، من الاحسن ما نديروش الماء بزاف باش يطيب لذيذ. دابا من بعد ما تقلى لي اللحم شويه غادي نضيف شويه ديال الماء سخون غير شويه، كان الافضل نحطو من نخويه من الجانب ما نخويش فوق اللحم. صافي غادي نحرك شويه غادي نقص عليه البوطه وغادا نسد عليه ونخليه يطيب على مهل حتى يطيب على خاطرو. غادا نبقى مره نطلع عليه ونتفقد الكميه ديال الماء ديالو، الا كان مازال خاصو شويه ديال الماء كنزيدو. من بعد نصف ساعه حليت عليه، كيف كتلاحظوا يعني كميه الماء زادت يعني ما نحتاجش نزيد الماء اكثر. صافي دابا نعاود نسد عليه ونخليه يزيد يطيب على المهل تاعو. من بعد تقريبا ساعة ونص حليت عليه، كيف كتلاحظوا المرق باقي اختار ما شاء الله عاد الشكل ديالو زوين. ما غاداش نحتاج نزيد الماء لانه باقي خصو شوية طياب، باقي خصو شوية طياب غادا نزيدو شوية، ما غاداش نحتاج نزيد الماء. من الماء اللي درت في الاول هو اللي يعني باقي ما زدت عليه والو، ما هو اللي باقي كيطيب فيه، لان انا درتو على عافيه مهيله فما يحتاجش اننا نقول ما فين يطيب اللحم، وهذه الطريقه يعني كيطيب على خاطره وكيطيب مبنن. دابا غادي نوجد البرقوق. هذا البرقوق كناخذو من المحلات ديال العرب هنا في فيرجينيا، هو ديجا رطب ما كيحتاجش يتسلق بزاف. بالنسبه للبرقوق الا كان من النوع اللي كيكون قاصح يعني ضروري تسلقوه عاد ديروا المرحله اللي عندي دابا. انا درت غير شويه الماء لانه ديجا رطب ما غاداش نسلقوه بزاف. غادي ندير فيه تقريبا جوج ملاعق المرق اللي طيبت به فقط، وغادي ندير فيه العسل. تقدروا ديروا حتى السكر الا بغيتوا، انا كنفضل نعسلو بالعسل. وغادي ندير شويه القرفه. صافي
صافي غادي نخليه على نار مهيله حتى يزيد رطب مزيان ويتعسل ليا ويجف هذاك الماء اللي كانت دايره. صافي وغيكون جاهز. دابا غادي نقلي اللوز، وباش تقلي اللوز يعني مزيان وما يتحرقش ليك من الاحسن تحطيه في الزيت باقه دافيه ما تكون سخونه باش يطيب على مالو وتكون العافيه مهيله باش اللوز ما يتحرقش ليك الا لحتي ملي كتلوحيه في الزيت سخونه كيتحرق بسرعه وما كيطيبش من الداخل يعني ما كيجيش مقرمش. الا بغيتي يجيك مقرمش وزوين مقلي مزيان لوحيه في زيت تكون دافيه ما تكون سخونه وخليه يتقلى على مهلو في نار متوسطه. البركوك ديالها هو وجد كما كتلاحظوا، وهذا السائل اللي عسلت فيه هذا غدا نحتفظ به غدا نحتاجه من بعد. بقاو معايا. اللوز ديالي ها هو وجد كيف كتلاحظوا تحمر زوين. صافي غدا نطفي عليه العافيه وغدا نحيدو باش ما يبقاش يزيد يتحمر ليا اكثر من القياس اللي انا بغيت. كيف كتلاحظوا راه محمر مزيان. الطريقه اللي وريتكم باش تحمروا اللوز يعني كتساعدك انك ما كيتحرقش ليك اللوز وكيتحمر مقاد وما كيجيش رطب من الداخل ومقرمل من برا، بالعكس كيجي كله مقرمل وزوين. خليكم معايا. دابا في نفس الزيت اللي قليت فيه اللوز غدا نقلي فيه هذاك الزبيب. غدا نقليه شويه حتى هو وغدا نحيدو. صافي من بعد ما تغير اللون ديال الزبيب اللي كنقلي فيه غدا نطفي عليه وغدا نحيدو. كيف كتلاحظوا اللون ديالو تغير. غادي نديرو في الورق ديال المطبخ باش يشرب الزيت وغادي نخليه على جنب حتى نوريكم اش غادي ندير به. دابا المرق ديالي عاد جاهز واللحم طاب. صافي في هذه المرحله غادي نضيف هذاك الصوص اولا التعسيله ديال البرقوق غادي نضيفها وغادي نضيف شويه من هذاك الزبيب اللي قليت وغادي نضيف شويه من هذاك اللوز اللي قليت وغنخلي البقيه ديال اللوز والزبيب لتزيين من الفوق. هذا هو الشكل النهائي ديال طبق المرزية بعد التقديم، يزين بالبرقوق المعسل واللوز والزبيب، ويمكن تزيينه حتى بالبيض المسلوق حسب الرغبة. كنتمنى يعجبكم الطبق اللي حضرت لكم اليوم، وتكون الوصفة والطريقة والشرح واضحين. ولا عجبكم الفيديو ديروا لي لايك للتشجيع وخليوا لي التعليق تاعكم والاراء تاعكم اللي كتساعدني بزاف. وإلا باقي ما شاركتوش في القناة تاعي شاركوا فيها عبر الضغط على الزر الأحمر سبسكرايب أو أبوني أو اشتراك أسفل هذا الفيديو أو ضغطوا على الصورة تاعي في آخر الفيديو. وكذلك ما تنسوا تشاهدوا أحد الفيديوهات المقترحة اللي غادي تظهر كذلك في آخر هذا الفيديو. وتابعوني على الفيسبوك والإنستغرام والسناب شات إيمان أرتيزان. شكرا جزيلا للتتبع تاعكم. إلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله. في أمان الله والسلام عليكم.